السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الكابتن باسل، ودي هتبقى أول سلسلة فيديوهات هنقدمها إن شاء الله هنتكلم فيها عن الأوكيمي اللي هي السقطات. وأول فيديو هنقدمه النهاردة هيبقى عن الأوشيروكيمي اللي هي السقطة الخلفية بإذن الله. ليه بس هنتكلم أول بدأنا بالسقطات؟ بدأنا بالسقطات لأن السقطات دي أنت ما ينفعش كلاعب جودو تتعلم أو تروح تتطرق لأن أنت تتعلم حركات من غير لما تتعلم إزاي إن أنت تحمي نفسك لما تيجي تقع أو لما تيجي تتعرض إن أنت تتعمل لك حركة، أو حتى في حياتك اليومية تتعلم إزاي تقع عشان ما تتصابش أو ما يتكسرش أو ما يحصلكش أي حاجة وحشة. وهيبقى معانا النهاردة إن شاء الله كابتن رفاعي هيقول لنا إزاي هنبدأ بالأوشيروكيمي. هنشرح دلوقتي ان شاء الله السقطة الخلفية. السقطة الخلفية بالياباني اسمها اوشيرو اوكيمي، زي ما اتفقنا مقطع اوكيمي يعني سقطة واوشيرو يعني خلفي. في مبدأ لازم نفهمه في كل السقطات، السقطة انا باخدها في الجزء الطبي من جسمي اللي هو ما يبقاش فيه عضل فما يتصابش. فانا مثلا دلوقتي هاخد سقطة خلفية، فلازم يبقى حاطط في دماغي اللي انا باخد على الاجزاء الطبية في جسمي. هنبدأ نعلم خطوات تعليم السقطة الخلفية اوشيرو اوكيمي. اول حاجة ببدأ من الارض، اعلمه الطفل او اي حد هيتعلم السقطه الخلفيه انه يبقى نايم على ظهره، لازم دقنه على صدره، دي اهم حاجه عشان احمي دماغي. يبقى اهم حاجه مبدا في السقطات دايما دماغي ما فيهاش اي احتكاك بالارض، وهيرفع رجله زاويه 45 درجه، في ناس بتقول ارفعها زاويه عموديه مش مهم. فانا هنفترض ان انا رافع رجلي الاثنين وفارد مشط رجلي، واعلمه ازاي يخبط بايدين الاثنين على الارض. لازم ابقى متاكد من حاجه مهمه قوي، صوابع ايدي الاثنين مضمومين جنب بعض، بضرب بكف ايدي بيبقى على بطن ايدي مش على جنب ايدي. ايدي لما هتيجي تخبط لازم ما ينفعش تبقى قريبه قوي هنا، ما ينفعش تبقى بعيده قوي هنا، في النص زاويه 45. يبقى دي اول مرحله انا ببدا في تعليمها، بعلمه ازاي يرفع رجليه زاوية 45 درجة، وبعد كده ازاي بيخبط بايديه. بعد كده هعلمه ازاي ان هو قاعد دلوقتي ينزل هنا ويضرب تاني زي ما اتفقنا، دقني على صدري ايدي هنا زاوية 45 درجة. بعد كده هنصعب الموضوع شوية من الوضع القرفصاء، هيقف هنا فارد ايده الاثنين قدامه دايما ايدي على مستوى كتفي، وهيتضحك هنا تاني بعد كده اخر مرحلة اللي احنا نكون اتعلمنا فيها السقطة الخلفية الاوشيرو اوكيمي اللي انا هعملها من الوضع الوقوف. هنتأكد من حاجة مهمة قوي، انا ايه الاجزاء اللي هتلمس من جسم الارض. هاخد السقطة الخلفية بداية على المقعدة بحركة بدحرجة، حركة دائرية هنا على ظهري لحد عظمة لوح الكتف. يبقى أنا الجزء ده كله اللي بياخد السقطة، دماغي ملهاش أي تلامس مع الأرض. هنعملها الأول بهدوء وبعد كده نعملها بسرعة، الناس تركز شوف إيه الأجزاء اللي هتلمس الأرض بسرعة. كده نكون خلصنا السقطة الخلفية، إن شاء الله الفيديو اللي بعديها هنشرح السقطة الجانبية. شكرا.